أخبار اليوم. ناصر عبد الرحمن، بنرحب بيك في وجبه اخبار اليوم، والنهارده في جائزه ساويرس الثقافيه. انطباعك ايه عن فعاليات الجائزه والحدث؟ بقول اللي كسبوا في المسابقه مبروك، مسابقه محترمه، بتتكلم عن الكواليس، بتتكلم عن الكاتب، وبتراعي يعني مهتمه بالكاتب، والكاتب دايما هو اكتر واحد محتاج رعايه، ويا رب الجمعية دي تبقى جمعية واثنين وثلاثة وعشرة، ان يعني اول خطوة من خطوات صناعة فن جيد الاهتمام بالكاتب، لانه هو البذرة الاولانية، وان شاء الله السنين اللي جاية نشوف انتاج الاعمال ديات لحاجات كويسة على الشاشة، سواء سينما او تلفزيون او مسرح. وشفت وجوه جديدة كتيرة واسامي كلها حلوة، وانا مبسوط، و11 سنه معناها انه في خطوات جامده وثابته لجائزه بقى عندها خلاص تاريخ، جائزه سويرس. بنشكر المهندس سويرس جدا اهتمامه بالمواهب الشابه، وبشكر بشكل شخصي صديقي عصام المغربي الله يرحمه، اول من فكر في الجائزه ديت، وكان من الاوائل اللي اشتغلوا على مع الجمعيه على صناعه هذه الجائزه لحد ما توصل للجمال اللي احنا شفناه دلوقتي. والف مبروك للي فايز واللي ما فاز. شكرا.